بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد رسوله. كتاب الزكاة. الزكاة تعرف بأنها، من يعرف؟ لا أحد يعرف تعريف الزكاة في الإسلام. لغة النماء، وشرعا وهذا هو المهم، عبادة تتضمن، عبادة تتضمن إخراج نصيب مخصوص لصنف مخصوص في مال مخصوص. وسوف يأتي معنا إن شاء الله تعالى الأموال التي يجب فيها الزكاة، وإلى من تدفع الزكاة، وكم مقدار الزكاة. هذه ثلاثة أشياء. على أن بعض العلماء يضيف أحيانا للتعريف النصاب، لكن سيأتي معنا أن مثلا الخارج من الأرض الله سبحانه وتعالى قال فيه: وآتوا حقه يوم حصاد، هذا ليس له نصاب. سيأتي مثلا كذلك، سيأتي معنا في الركاز، هل هو من الزكاة أم لا. الركاز هو ما كان من دفن الجاهلية، يعني وجد إنسان كنز، ننظر هل على هذا الكنز أو هذه القطعة الذهبية علامات؟ قال نعم عليها علامات تدل على أن هذه القطعة كانت يعني من قبل الإسلام، فهذا ركاز دفن الجاهلية. فماذا تصنع فيه؟ تقسمه أقسام خمسة، يعني مثاله يساوي 5 مليون يورو، تخرج الخمس مليون وتبقي لك 4 مليون، ما شاء الله، مفهوم؟ هذا إذا كان دفن الجاهلية. لكن إذا كان عليه علامات الإسلام ويعرف، فهذا سيأتي معنا بإذن الله تعالى في اللقطة. طيب، إذن هذه الزكاة. أخذنا بالأمس أن الزكاة تنقسم إلى قسمين: زكاة واجبة وزكاة مستحبة. الزكاة الواجبة تنقسم إلى قسمين: زكاة في الأموال وزكاة في الأبدان أو على الأبدان، زكاة بدن وزكاة مال، والحمد لله رب العالمين. زكاة البدن زكاة الفطر، وستأتي بإذن الله. أما زكاة المال سأتي على ما يذكر المؤلف رحمه الله تعالى. حكم الزكاة، من يعرف حكم الزكاة التي هي زكاة المال الآن؟ ركن من أركان الإسلام، واجبة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. طيب، الحول تسمع الفقهاء في هذا الباب يقول: حتى يحول على هذا المال الحول، لا اعتبار إلا للأشهر، أشهر الهجرية، سواء في العدد أو في الصيام أو في الكفارات أو في الزكاة، يحول الحول أي عام هجري كامل. في الغالب التجار عندنا يحددوا وقت للحول وهو شهر رمضان، هذا في الغالب التجار. لماذا؟ هل هذا من باب التعبد؟ قالوا لا، الآن تمر عليك أشهر السنة كلها ولا يعني تنتبه لها إلا شهر الصيام تنتبه له، فقالوا هذا شهر يعني يعرف عندنا دائما، فنجعل الحول في هذا الشهر، يعني يبتدئ الحول دائما في شهر رمضان وانتهي في شهر رمضان. ويقولوا إخراج الزكاة في رمضان يعني فيها فعل النبي عليه الصلاة والسلام، أنه النبي صلى الله عليه وسلم أجود ما كان يكون كان في رمضان. هذا
يعني ما يجعل التجار، لكن أحيانا يصح تقديم الزكاة عن الحول. يعني مثال، هذا تاجر ما شاء الله ورأى أن في الناس حاجة، لم يأتي الحول الآن، ورأى أن في الناس حاجة، برد شديد مثل ما يحصل اليوم مثلا في سوريا، الناس تموت من شدة البرد، فماذا يصنع؟ يقدم الزكاة الآن ويكتب، لأنه قد يموت ويأتي الورثة ويقول هذا لم يخرج الزكاة وكذا، فيكتب أنه أخرج الزكاة قبل الحول بشهرين مثلا. إذن المعتبر عندنا في الشريعة، بالأمس ذكرنا الحيض المعتادة تحيض أيام في الشهر، أي شهر؟ الشهر الهجري، مفهوم؟ طيب، هذا الحول، النصاب، بلوغ النصاب، لابد في كل صنف من الأصناف أن يبلغ النصاب، وهذا سيأتي بإذن الله تعالى معنا، يعني يبلغ مقدار، وإذا بلغ هذا المقدار تجب فيه الزكاة. مثال الآن الذهب، هذا الأخ لديه ذهب، مرأة عندها ذهب، كم يساوي هذا الذهب؟ هل بلغ النصاب أم لا؟ ننظر، تأخذ هذا الذهب وتزنه، وجد أن هذا الذهب 100 جرام، 100 جرام، فهذا بلغ النصاب، لأن النصاب عندنا سيأتي بإذن الله تعالى في الذهب 85 جرام، وهذا 90 أو 100 جرام، إذن فيه زكاة. 50 جرام هذا لم يبلغ النصاب، مفهوم؟ طيب، هذا النصاب. الثالث يذكر الفقهاء هنا الوقص. الوقص، هذا الوقص يكون في بهيمة الإنعام فقط، يكون في بهيمة الإنعام. ما هي بهيمة الإنعام؟ الإبل والبقر والغنم. بهيمة الإنعام إبل وبقر وغنم. يقول هنا السائمة من بهيمة الأنعام. ما معنى السائمة؟ السائمة هي التي تسوم، أي ترعى كل الحول أو أكثر الحول من الحلال. سبحان الله، كيف تأكل حرام؟ ما معنى الحلال هنا؟ الحلال هنا معنى أنها ترعى مما لا دخل للإنسان فيه، ليس ملك لأحد، تخرج إلى المراعي وترعى. إذن السائمة هي التي ترعى كل الحول أو أكثر الحول من الحلال. من الحلال أي الذي كان ونبت دون أن يتدخل الإنسان فيه، وليس ملك لأحد، مثل ما ترى الآن أحيانا في الطرقات وفي كذا وفي في غير. هذه السائمة قال من بهيمة الأنعام. الوقص، ما معنى الوقص؟ الوقص هو ما بين الفريضتين، ما بين الفريضتين. هذا لا يوجد الوقص إلا في بهيمة الأنعام، ما بين الفريضتين. مثال الآن سيأتي معنا مثلا في الإبل، زكاة الإبل الآن 5 من الإبل، فيهم في كل 5 من الإبل كم؟ شاه واحدة. في 6 من الإبل شاه، في 7 شاه، في 8 شاه واحد، في 9 من الإبل شاه واحدة. إذن هذا الذي ذكرنا الآن، 5 من الإبل شاه، في 6 و7 و8 و9 هذا يسمى وقص ما بين الفريضتين. إذا بلغت 10 من الإبل ففيها شاتان، إذن من 6 إلى 9 هذا يسميه الفقهاء وقص ما بين الفريضتين، هذا ليس فيه شيء. وهذا الذي يخطئ فيه البعض الآن سيأتي معنا، إذا زادت عن 120 الإبل، إذا زادت عن 120 يا إخوانا، الذي لا يعرف الحساب من؟
نعم هؤلاء ما يعرفون الحساب. المسلم لابد يعرف الحساب، واحد زائد واحد زائد واحد، واحد زائد واحد زائد واحد يساوي واحد عندهم. سبحان الله إخواننا، حساب وتطور وتقدم، واحد زائد واحد زائد واحد يساوي عندهم واحد. وتأتي طفل صغير عندنا تسأل تقول واحد زائد واحد زائد واحد يساوي كم؟ قال يساوي ثلاثة. هم يقولوا لا، الرب وكذا. نعم، هذا دليل على الجهل. في عاقل يعبد الآلة التي صلب عليها الرب في اعتقادهم؟ الأصل أن الصليب يقول ابن القيم يكسر، لماذا؟ لأنهم يعتقدوا أن هذه الآلة التي صلب عليها الرب صحيح، فالأصل كسر الصليب. لا، يعظم الصليب لأنها الآلة التي صلب عليها الرب في اعتقادهم. نعم، نسأل الله السلامة والعافية. الحمد لله، هذا هو الوقت ما بين الفريضتين. وأحيانا يكون الوقت كثير كما في زكاة الغنم، الآن سيأتي معنا بإذن الله تعالى. يعني الآن في كل 40 من الغنم شاة، حتى تصل إلى كم؟ إلى 120. من 41 إلى 119 وقص، هذا ليس فيها شيء، شاة واحدة. نعم، وهذه الزيادة لا تؤثر. لكن لو زاد الذهب ربع جرام فيه زكاة، يعني زاد عن 85 جرام ربع جرام، هذا لازم نخرج هذه الزيادة. إذن لا يوجد وقص إلا في بهيمة الأنعام. طيب، تجب الزكاة أي زكاة المال في أنواع أربعة. الأول السائمة التي ترعى كل الحول أو أكثر الحول من الحلال، لا من الحرام، لا، الحلال هنا الذي نبت دون أن يتدخل فيه الإنسان وليس ملك لأحد. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن لكل ملك حمى. الملوك الآن يأخذ بعض الأراضي ويقول هذه محمية، مثل ما ترى الآن في الحدائق عندكم، حديقة كبيرة محمية ما أحد يأخذ منها شيء. ألا وإن لكل ملك حمى، إذن هذا أصبح ملك للملك، وغيره يتركه ترعى وتأخذ منه لا إشكال وتصيد وكذا، لكن هذه المحميات ممنوع الصيد فيها، ممنوع الرعي فيها. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. أنت ما تستطيع أن تتعدى اليوم على المحميات وعلى الحدائق. قال ألا وإن حمى الله محارمه. نعم، السائمة هي التي ترعى، ترعى ماذا؟ ترعى كل الحول أو أكثر الحول. هذا الأخ لديه أغنام ما شاء الله، 1000 من الغنم، جاء وقال هل فيها زكاة؟ نقول تعال، كيف تطعم هذه الأغنام؟ قال أشتري لها أعلاف. إذن هذه سائمة؟ لا، لا تجب فيها الزكاة، انتهى الأمر. جاء هذا الشيخ وقال عندي أغنام، من أين تأكل؟ قال الحمد لله الحلال كثير، ترعى ولا أطعمها شيء، فهذه سائمة تجب فيها الزكاة. وهذا قال أنا في وقت من السنة حوالي 3 أشهر 4 أشهر 5 أشهر أطعمها عندما يكون النقص في الحلال أطعمها، وغير هذا هي ترعى
إذن أكثر الحول هي ترعى الحلال، إذن فيها الزكاة لأنها سائمة. قال أأتي لها بالعلف 7 أشهر، وبقية السنة أي 5 أشهر ترعى الحلال ليس فيها الزكاة. مفهوم؟ السائمة من بهيمة الأنعام إبل ذات سنام أو سنامين، بقر أو جواميس، غنم سواء كانت ظأن أو ماعز. طيب هذا لديه دجاج وترعى ما شاء الله، فيها زكاة؟ خيل عنده ما شاء الله خيول كثيرة، فيها الزكاة؟ لا. غزلان ليس فيها الزكاة، الحمد. إذن السائمة من بهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام 3 أشياء، إبل وبقر وغنم. طيب الثاني الخارج من الأرض. عندما تقول الخارج من الأرض تقول الحبوب والثمار. الحبوب الذرة، قمح، شعير، مفهوم؟ الحبوب والثمار. طيب هل تجب الزكاة في الخضروات؟ البقدونس، الله أنا ما أدري إيش تسموا الأشياء، المهم كرفس، هل تجب الزكاة في الكرفس؟ هم يقولوا كرفس بالفرنسي؟ المهم كرفس، هذا ما استطيع. هل تجب الزكاة في التفاح؟ فواكه لا تجب فيها الزكاة، مفهوم؟ نعم. إذن الزكاة تجب في الحبوب والثمار. انتهينا، ننتقل الآن إلى بعدها. الخارج من الأرض حبوب وثمار فقط، هل الخارج من الأرض يجب أن يمضي عليه الحول؟ لا، وآتوا حقه يوم حصاده. الخارج من الأرض ننظر في طريقة السقي لهذا الزرع، فهذا لديه مزرعة كبيرة ما شاء الله، كيف تسقي هذا الزرع؟ قال الحمد لله نحن هنا لا نسقي الزرع، الأمطار كثيرة ولله الحمد، نسأل الله أن يجعلها على بلاد المسلمين يا رب، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكد. كيف تسقي؟ قال لا أسقي. إذن هذا يسمى عند الفقهاء هنا ما كان عثريا على ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، إذن بدون كلفة ونفقة، فهذا فيه العشر، يعني أخرج 100 طن من القمح، كم؟ 100 طن من القمح، 100 طن بلغت النصاب وزيادة، نعم، كم فيها؟ 10 طن، الحمد لله، يخرج العشر والباقي الحمد لله يتصرف فيه. قال لا، أنا أأتي بمولد كهرباء يخرج الماء من الأرض وأسقي الزرع، فهذا فيه نصف العشر. 100 طن كم فيها العشر؟ 100 طن العشر 10 أطنان، نصف العشر 5 طن، الحمد لله زكاة سهلة الحمد لله، لكن تعرف الحساب لابد لأنك مسلم غير هذا. طيب الأثمان، الأثمان الذهب والفضة والعملة الورقية عندك اليوم، الذهب والفضة والعملة الورقية، نعم، كم نصاب الذهب؟ 85 جرام،
فتزن عند حلول حول الذهب 85 جرام فيه الزكاة، 70 جرام ليس فيه زكاة. كيف يحسب هنا الزكاة؟ يقسم على 40 وانتهى الأمر. نعم بالآلة الحاسبة لا إشكال، إذا كان لا يعرف الحساب ماذا نصنع؟ مفهوم؟ طيب. وفي الفضة 595 جرام، مفهوم؟ طيب. المال كم نصاب المال؟ ننظر عندما يحول الحول. دخل شهر رمضان، الشيخ زهير حفظه الله لديه 40 مليار يورو، بلغ النصاب ولا شك، لأننا لو حسبنا 85 جرام في هذا الوقت في وقت إخراج الزكاة، ما كيف نعرف نصاب المال العملة الورقية؟ ننظر 85 جرام كم تساوي باليورو تقريبا؟ تساوي مثلا 3000 يورو مثلا، و595 جرام فضة تساوي 2000 يورو. هذا ما شاء الله 40 مليار بلغت النصاب وزيادة، سواء من ذهب أو من فضة. إذن فيها 40 مليار، فيها كم؟ مليار. نعم. فأخرج زكاة 40 مليار، كم؟ مليار بلغت النصاب. فأنت تنظر في نصاب الذهب ونصاب الفضة، وتنظر الأقل وتطبقه على المال، هل ساوى النصاب؟ نعم ساوى النصاب وزيادة. طيب هذا الأخ لديه 1000 يورو، 1000 يورو من المال، حال عليه الحول، تحصل على هذه 1000 يورو في رمضان السابق. في رمضان هذا جاء الحول وهو معه 1000 يورو. ننظر، أخذنا 85 جرام كم تساوي؟ قال تساوي 3000 يورو. 595 جرام من الفضة تساوي 2000 يورو. هل في 1000 يورو زكاة؟ طبعا هذا يتغير في كل عام، النصاب يتغير، لابد عند حلول الحول تنظر في نهاية نصاب الذهب ونصاب الفضة وتقسم على 40. سهل جدا، لا أشكال في هذا. أصعب شيء السائم بهيمة الأنعام، هذا اللي فيها صعوبة، وفي الحقيقة ليس فيها صعوبة لأننا نعرف الحساب ولله الحمد. أي نعم، لو تأتي بكم من مبالغ أحسب لك. الإشكال اليوم أن أصحاب جوجل هم الذين يحسبوا الزكاة ويحسبوا كذا. لا يا أخي، أنت تحسب، لأنه لعله يكون الإدخال لهذا البرنامج الذي يحسب الزكاة الإدخال خطأ، إذا تكون النتيجة خطأ. مثل ما هذا البرنامج في الفرائض تدخل له أنه ترك أب وأم، فيخرج لك المسألة الأم لها الثلث والأب له الباقي، خطأ. كيف خطأ؟ لعل هناك إخوة يحجبون من الأم وتحجب حجب نقصان من الثلث إلى السدس، لأنه هو يجيب بحسب المعطيات وأنت لا تعرف الفرائض، قد تعطيه شيء خطأ. طيب، عروض التجارة، عروض التجارة، عروض التجارة ما أعد للبيع والشراء وللتجارة. مثال، هذا الأخ لديه أغنام، 1000 رأس من الغنم، 1000 رأس من الغنم، من أين تأكل؟ قال أنا أشتري لها علف طيلة العام، فيها الزكاة؟ ليس فيها زكاة لأنها ليست سائمة. طيب ماذا تصنع بها؟ قال أنا أتاجر بالأغنام، أنا تاجر أغنام، إذن هنا فيها زكاة لأنها أعدت للبيع والشراء والتجارة. هذا لديه سيارات، معرض سيارات ما شاء الله، كل الأنواع، احسب ما شئت،
فهل فيها زكاة؟ نعم، لأنها عروض تجارة، مفهوم؟ طيب نريد نبدأ بحساب زكاة السهم من بهيمة الأنعام، نبدأ بالأصعب أحسن، والله ليس بصعب. نبدأ بالإبل، الإبل سواء كانت ذات سنام أو سنامين، إبل، الإبل لها أسماء، الإبل لها أسماء، إذا كانت صغيرة تنسب للأم، وإذا كانت كبيرة تنسب لنفسها، مفهوم؟ هذا الإبل، ماذا نصنع؟ بنت مخاض، بنت لبون، بنت نسبت إلى من؟ إلى الأم. بنت مخاض، ما هو المخاض؟ الولادة، فنسبت إلى الأم. بنت مخاض يعني الأم الآن في المخاض في الولادة، كم لها من العمر؟ سنة. إذا بنت مخاض نسبت إلى أمها، كم لها من العمر؟ سنة، أتمت سنة، بنت سنة، لكن تنسب إلى الأم. الثانية بنت لبون، يعني الأم فيها لبن الآن، تم لها سنتان، انتهت. هذه الأولى والثانية، هذا الصغار، الآن تمت 3 سنين، حقة، حقة تسمى حقة. ما معنى حقة؟ نسبت إلى نفسها. حقة يقول الفقهاء طروقة الجمل، طروقة الجمل يعني للفحل أن يأتيها، مفهوم؟ كم سنة؟ 3 سنين. فإذا تمت 4 سنين فهي جذعة، مفهوم؟ هذه الأنواع التي فيها الزكاة، 4 أنواع. ما تم لها سنة بنت بخاض، سنتان بنت لبون، 3 سنين حقة، 4 سنين جذعة. هذه الأربعة ما تجزئ في الأضاحي، هناك الهدي الحاج، عندما يذبح هناك لابد أن يكون تم لها 5 سنين، مفهوم؟ طيب من التاجر عندنا؟ بسم الله، هذا الأخ اسمك حسين، الأخ حسين لديه 4 من الإبل، هذه ليس فيها زكاة إلا أن يشاء، أراد أن يخرج الزكاة جزاه الله خير، لكن لا تجب عليه الزكاة. 5 من الإبل من 5 إلى 24 من الإبل، هنا الزكاة من غير النوع، الزكاة تكون من الغنم، زكاة الإبل من الغنم، وإذا بلغت 25 كانت الزكاة منها، يعني من الإبل. طيب في كل 5 من الإبل شاء إلى أن تبلغ 25، كيف نحسب؟ سهل جدا، من يجيبني؟ بسم الله، 3 من الإبل ليس فيها شيء، 4 من الإبل سهل إخواننا، كل 5 فيها شاء وانتهى الأمر إلى 24، لكن تنتبه من الوقص، 5 من الإبل شاء، 6 شاء، الزيادة هذا الواحد، 5 فيها شاء، طب الواحدة وقص ما بين الفريضتين ليس فيها شيء، 6 و7 و8 و9 فيها شاة واحدة، 9 من الإبل يا رجل، نعم، لأنه في كل 5 شاة، 10 شاتان، 14 شاتان، والزيادة هذه 4 وقص، 15 من الإبل 3 شياة، 19 20 24 25 بنت هنا إذا بلغت 25 ماذا تصنع؟ تحفظ الحديث أو
أعانك الله، ترجع للجدول وتحسب بما هو وارد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، مفهوم؟ إلى أن تصل إلى 120، فإذا جاوزت 120 نبدأ الآن بالحساب مرة أخرى. الباقي هذا كله معروف محدد، يعني إذا زادت عن 120 في كل 50 حقة، وفي كل 40 بنت لبون، تمام، في كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون. طيب هنا الوقص من 1 إلى 9، لو حل الأخ المسألة وجعل الوقص أكثر من 9 فالمسألة خطأ. الآن بالمثال اتضح إن شاء الله، لا إشكال. طيب متين من الإبل؟ 4 حقات، لأن 4 حقات 50 و50 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 200، صحيح؟ صح؟ أو 5 بنات لبون، لأن 40 في 5 200، الحمد لله 209، ما تغير شيء. لما الوقص كم؟ 9، 210، 210 لو قال فيها 4 حقات يعني ب200 كان الوقص كم؟ 10، فالحل خطأ، ابحث عن حل آخر صحيح. اصبر اصبر شيخ، يعطيك يعطيك إن شاء الله الآن. قم قم قم. نعم، أنا لا أدري، حقة واحدة، الله يفتح عليك. وكم بنت لبون؟ 4 بنات لبون ب160 وحقة ب50، المجموع 210، الحل صحيح 219، لا يتغير شيء الوقص. فتح الله عليك، اجلس. 509 من الإبل، 10 حقات والوقص 9، لا يضر. 605، 12 حقة، نعم 12 حقة والوقص 5، فتح الله عليك، اجلس. طيب جيد، ما شاء الله. طيب إذن الإبل من 5 إلى 24، هذه فيها في كل 5 شاة، زادت من 25 إلى 120 ترجع إلى ما جاء في الحديث، عندنا جداول ترجع إليها، انتهى. ونعطيكم هي إن شاء الله تكتبوا فيها إلى الظهر. إذا زادت تحسب في كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون والوقص من 1 إلى 9، حللت المسألة وكان الوقص أكثر من 9 فالحل خطأ. نأتي إلى زكاة البقر. كان شيخي رحمه الله يقول لي الذي لا يعرف زكاة البقر فهو المهم أسهل ما يكون زكاة البقر، تحفظ مباشرة ما فيها إشكال. التبيع أو التبيعة، هذا أسماء البقرة الآن انتقلنا، تبيع أو تبيعة، هذا ما تم له، من يعرف؟ سنة، مسن أو مسن، ما تم له سنة، الحمد لله انتهى. هذه أسماء. كم نصاب البقر؟ لا أحد يعرف؟ الله المستعان. إخوانا
طيب الحساب اترك هذا، لا إشكال فيه. الحساب أسهل ما يكون عندهم في الحساب. في كل 30 إلى 39 هذا تبيع أو تبيع ما تم له سنة، زادت 40 فهذا فيه مسن أو مسنة. إلى كم الآن تستطيع الحساب أنت؟ قلنا من 30 إلى 39 الوقت 9 هذا فيه تبيع، إذا بلغ 40 فيه مسنة. 40 زائد 30 70، يعني إلى 69 فيها ماذا؟ مسنة ومسنة. زادت تحسب ولا إشكال، والوقص من 1 إلى 9. طيب 60 من البقر تبيعان، 69 تبيعان، 80 مسنتان، تمام، 89 90 ثلاث تبعات، تمام، 100 هذا الكلام 100 بالضبط الآن. نعم، لأن أول حلك الأول كان أكثر من 9 الوقص، فتح الله عليك. زكاة الغنم من يعرف؟ بسم الله. من 1 إلى 39 هذا ليس فيها شيء، فإذا بلغت 40 شاة واحدة، إلى 120 زادت شاتان، إلى 200 إلى وما زاد في كل 100 ففيها شاء. طيب يا اخواننا الرياضيات، الان الرياضيات كيف تراجع؟ نظري؟ لا، لابد بالتمارين. كذلك الفرائض، ما يمكن ان تضبط هذا العلم، علم الفرائض مواريث، الا بحل التمارين، وكذلك الزكاه. طيب لدينا خلطة في الغنم، هذا لديها أغنام وهذا لديها أغنام، وضعوها في مكان واحد، راعي واحد، محلب واحد، يبيت في مكان واحد، يرعو في مكان واحد، فهذا هذه خلطة في بهيمة الأنعام. كيف نصنع؟ هذا يملك 20 وهذا يملك 20، بلغت النصاب بالنسبة لهذا لم تبلغ النصاب، ولهذا لم تبلغ خصاب، لكن الضم هنا والخلطة جعلت المال واحد، إذا فيها شاة واحد على من؟ على هذا نصف وعلى هذا نصف، هذا يتحمل النصف وهذا النصف. طيب بعض العلماء الآن إذا أراد أن يختبر الطالب يختبره في مسائل واضحة، مفهوم؟ يقول كم زكاة 300 درهم أو 200 درهم؟ كم فيها الزكاة؟ 200 درهم تقسم على 40 5 دراهم، 150 درهم كم فيها زكاة؟ من يعرف؟ 160 درهم هذا أحسن، من يعرف؟ خطأ،
خطأ، ليس فيها شيء لأنها لم تبلغ النصاب، مفهوم؟ فهكذا يختبر العلماء، يقول لك 200 درهم تقول فيها 5 دراهم، يقول 160 تقول فيها 4 دراهم، يقول خطأ ليس فيها شيء لأنها لم تبلغ النصاب. طيب، الخارج من الأرض حبوب وثمار، هل فيها حول؟ لا. السائمة فيها حول، عروض التجارة فيها حول، الأثمان فيها حول. الخارج من الأرض وآتوا حقه يوم حصاده، الركاز ما ذكرنا فيه الحول؟ لا، مجرد ما يخرج من الأرض يؤدي الخمس. طيب، الحبوب والثمار كم النصف فيها؟ قال عليه الصلاة والسلام: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، والوسق 60 صاع، 6 في كم؟ في 5، 60 في 5، ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، والوسق 60 صاع، 60 في 5 300 صاع. إذن هذا أخرج قمح وزناه 250 صاع، كيل، 250 صاع، فيها زكاة؟ لا. 300 كم الزكاة؟ تقسم على كم؟ على 40. خطأ. قلنا ننظر في السقي، العشر إذا كان بغير كلفة، وإذا بكلفة نصف العشر وانتهى الأمر، الحمد لله. طيب، لا تقسموا زكاة أحد، الله يرضى عنكم. نعم. طيب، عروض التجارة فيها تقسم على 40 كما في الذهب والفضة، وتنظر هل بلغت النصاب باعتبار نصاب الذهب أو نصاب الفضة. الآن ذكرنا أن الشيخ لديه أغنام 40 من الغنم، فيها شاة. طيب، الآن هذا الشاة اللي يخرجها، هل يخرج أحسن المال أو يخرج أقل المال الرديء؟ ولا تيمم الخبيث منه تنفقون ولستم بآخره. قال: وإياك وكرائم أمواله. فماذا يأخذ؟ خذ من الوسط. مثال: لديها أنواع تساوي 1000 يورو، 1000 يورو، وأنواع تساوي 3000. يمكن يقول 1000، 1000 يخرج أحسن. يجب الصلاة تبع استغفار. نعم، وهكذا تسير بعبادة، بالعبادات، بالإحسان للفقراء، بالنهار، أول النهار تستيقظ وتتصدق. نعم، خلافا. نعم.
عاقل يصح هكذا من دون ما يمكن؟ صح صحيح. ماذا حدث؟ أنا والله استغربت. قالوا هكذا يعني من الفرح. أي فرح؟ نعم. طيب زكاة الفطر تجب شمس آخر يوم من رمضان وهو مسلم، صغير وكبير، ذكر وأنثى. صحيح؟ نعم. أسلم قبل أذان المغرب في آخر يوم رمضان، غربت عليه الشمس وهو مسلم، إذن تجب عليه ما صام، تجب عليه زكاة الفطر. من الذي يخرج زكاة الفطر؟ من الذي تجب عليه الزكاة؟ تجب الزكاة على المسلم البالغ، وكذلك على الصغير. الصغير يخرجها وليه، وكذلك يستحب الإخراج عن الحمل. يملك في هذه الليلة ما يفضل عن قوته وعن قوت عياله. إلى من يخرجها؟ للمساكين. سيأتي معنا ذكر المساكين إن شاء الله تعالى. أخرجها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة طعام، فأنت يا أخي الأحوط لك خرجها طعام، وأردت أن تتصدق بمال تصدق غير زكاة الفطر. طيب الأفضل يعني هل يخرجها رز أو قمح أو شعير أو زبيب أو تمر؟ ينظر الأصلح للفقراء. وأنت تعرف الآن مثلا عندنا هنا الفقراء لو تعطيه زبيب أو تمر يعني ما يفرح بهذا، ولا حتى يقول لك جزاك الله خير ابحث عن غيره، لكن تعطيه هذا ما تسموه طعام أو رز أو مكرونة. نعم يصح إخراج زكاة الفطر. اسمها سباكيتي ولا اسمها سباكيتي؟ يصح. يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله يصح تعطي الفقير سباكيتي يفرح. نعم. متى وقت إخراج زكاة الفطر؟ يصح يجوز أن نقدم زكاة الفطر على يوم العيد بيوم أو يومين فقط، هذا وقت جواز. مفهوم؟ نعم. وأفضل وقت أن تخرج ما بين صلاة الفجر، فجر يوم العيد، وصلاة العيد، ووقت محرم وهو بعد صلاة العيد. الشيخ وضع الزكاة وقال إن شاء الله أصلي الفجر وأخرج الزكاة، قدر الله عليه ونام، استيقظ الساعة العاشرة، صلاة الفجر وصلاة العيد وزكاة الفطر، ماذا يصنع؟ من نام عن صلاة أو نسيها الآن هذا معذور يخرجها ولا إشكال. مفهوم؟ على ما يذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله. طيب تدفع الزكاة لأصناف ثمانية، من يذكرهم لي؟ إخواننا قلنا عبادة تتضمن إخراج نصيب مخصوص لطائفة مخصوصة في مال مخصوص. إلى من تخرج الزكاة؟ عندنا زكاة هي الواجبة، هذه لابد أن تخرج في الأصناف الثمانية. أما التطوع للأصناف الثمانية ولغيره، حتى على كافر، حتى على كافر ما لم يكن في هذا إعانة على باطل. مفهوم؟ طيب من يذكر لي الأصناف الثمانية؟ لأن الإشكال عندنا بعض الناس ما يعرف من هو الفقير. بسم الله. إنما الصدقات حصر ما تزيد عليه. إنما الصدقات الفقراء. من هو الفقير؟
الفقير هو الذي لا يجد شيء أو يجد أقل من نصف العام، لأننا نحن نعطي الفقير والمسكين، نعطي هؤلاء الأصناف ما يكفيهم لسنة. لماذا؟ لأن في الغالب أنه ما تخرج الزكاة إلا في كل حول سنة هجرية. هذا فقير، صلى الله عليك من فضله، هذا فقير، جئنا إليه إلى بيتي، كم لديك من الرز؟ كم يكفيك من الرز لعام؟ قال يكفيني 50 كيلو جرام من الرز، مفهوم؟ كم لديك من الرز؟ قال ليس لدي شيء، فهو فقير. طيب، قال لدي 10 كيلو من الرز، فهو فقير. نعم، إذا جاوز النصف فهو مسكين، ما لم يبلغ، يعني هذا لو كان لديه 50 كيلو من الرز فقير أو مسكين؟ لا فقير ولا مسكين، لأنه قلنا يكفيه 50 في العام. من أصبح آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا. قال الله سبحانه وتعالى في بني إسرائيل: وجعلكم ملوكا، صحيح؟ نعم. كيف كل بني إسرائيل ملوك؟ نعم، حتى نحن ملوك ولله الحمد. كيف؟ كيف عاشق زهر، كيف ملوك؟ كل واحد منهم لديه دار، زوجة، ودابة. الحمد لله، والله نحن ملوك، صح؟ وجعلكم ملوكا، أي أن الواحد منهم لديه بيت وزوجة ودابة، والحمد لله. في الغالب غالبنا ملوك، الحمد لله. نعم، هذه يا أخواننا نعم الله لا تعد ولا تحصى. فالفقير الذي لا يجد شيء أو يجد دون الحول، والمسكين يجد لكن لا يكفيه الحول، أكثر من النصف، مفهوم؟ هذا الفقير والمسكين، ونعطي الفقير والمسكين ما يكفيه لعام، قلنا هذا يكفيه 50 كيلو، واحد فوق 50 حرام عليه أن يأخذ شيء زائد عنها، يأخذ ما يكفيه لعام. قال أخاف العام الثاني ما يعطيني شيء، نقول لا، تأخذ إلى سنة واحدة. نعم، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. ما شاء الله، هذا الأخ أعطاه هذا الشيخ لأنه لديه زكاة 40 مليار، وأعطاه 1 مليار، قال تصدق به على الفقراء والمساكين، ذهب وأخذ 0.5 مليار وضع في جيبه. لماذا أخذ؟ عاملين عليه. الدليل إنما الصدقات الفقراء المساكين والعاملين عليها. أنا من العاملين عليها؟ العاملين عليها هم الذين ولاهم السلطان، لأننا سيأتي معا أن هناك جابي وأخذ للزكاة. من هؤلاء؟ عينهم السلطان، يخرج وينظر في ما لدى هذا غنم، يحسبها ويقول لابد أن تؤدي كذا وتؤدي كذا، ونعطيك أو نأخذ منك ما في الإبل، أنه إذا وجد أقل من السن أو السن يعطيه مع شاء وكذا، طيب، أو 20 درهم كذا. المهم، العاملين عليها هم الذين ولاهم السلطان، لكن هذا عندما يعطي هذا المال هذا وكيل، ما يأخذ منها شيء، هذا ليس بالعاملين عليه، هذا وكيل. هذا إذا أعطى هذا من باب الوظيفة ما يعطي من مال الزكاة ولا شيء. إنما الصدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها. حول ولا قوة إخواننا، هذا ما شاء الله رجل. أعيد من جديد، إيش نصنع؟
إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. حديث عهد بإسلام حتى ثبت الله سبحانه وتعالى يكون هذا السبب أن تعطيه مؤلفة قلوبهم. إنما الصدقات للفقراء، للفقراء، اللام هنا للتمليك، تملكه، تملك الفقير والمسكين والعاملين عليها والمؤلفة. إنما الصدقات للفقراء تمليك. ثم قال أقرأ أقرأ من جديد. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب. غير للفقراء تمليك، الآن قال وفي الرقاب. لماذا؟ لأن الرقيق في الرقاب يعني عتق الرقاب. الرقيق ما تعطيه المال، لماذا؟ لأن العبد ليس له مال، ماله لسيده، فماذا تصنع؟ تملك المال؟ لا، تذهب إلى السيد وتعطي السيد مال حتى يعتق العبد أو الأمة. ولذلك قال وفي الرقاب. ثم والغارمين. الغارمين إما أن يكون غارم لنفسه أو لغيره. مثال: تخاصم رجلان أو تخاصم مجموعة من الناس، وجاء الشيخ زهير حفظه الله وأصلح بينهم. قالوا: كيف؟ ما يمكن يكون الصلح لأن هذا عليه كذا وكذا من المال. قال: هي علي. فأصبح الآن غارم لحق نفسه؟ لا، لحق غيره. نعطيه من الزكاة؟ لا، ما نعطي الشيخ زهير ولا نملكه. نقول: من أين أخذت هذا المال؟ قال: من فلان. نعطي فلان، لأن الآن الغارم من عليه دين، لو تعطيه المال قد يتصرف في هذا المال ولا يسدد الدين. نقول: لابد أن نسدد نحن عنك هذا الدين بأي شكل من الأشكال، تستر عليه. نعم، لا إشكال فيها، لكن المال هذا يكون لسداد الدين. نعم، إنما الصدقة. لكن إخواننا، أنت تعرف أنه يأتيك أحيانا بعض الناس وقال: أنا غارب. في ماذا؟ قال: اشتريت سيارة. سيارة؟ قال: نعم، أنا بحاجة سيارة. طيب كم؟ قال: البورش بكم؟ بكم؟ قال: علي 80,000 يورو. لماذا يا أخي؟ قال: بورش. يا رجل، سبحان الله. قال: نعم، تعطوني هذه السنة والسنة القادمة إن شاء الله أريد أن أشتري سيارة أخرى، لأن لابد أكون مواكب للعصر مع الموديل. هذا غارم، سبحان الله. مفهوم يا أخي؟ هذا ليس بغارم، ولا كان إشكال عندنا كل واحد مع بورش. نعم. طيب، إنما الصدقات للفقراء والمساكين وعاملين عليهم مؤلفة قلوبهم. قلوبهم. قال: وفي الرقاب، يعني ليس له، تعطي السيد. والغارمين لنفسه أو لغيره، تعطي صاحب الدين. وفي سبيل الله. في سبيل الله، هل يصح أن نقول في سبيل الله يشمل كل أبواب الخير؟ ما يمكن أن يكون هذا تفسير الآية، لأنه لو كان في سبيل الله كل أبواب الخير كانت الآية إنما الصدقات في سبيل الله تشمل كل شيء. لا، في سبيل الله الجهاد، وهناك من يقول وكذلك في سبيل الله العالم، الطالب العلم، مجاهد. نعم، وهناك من يضيف يقول الحج. على قول، يبقى معنا ابن السبيل نسب إلى أبيه، لا، نسب إلى الطريق، لأنه خرج عن وطنه. قد يكون في وطنه غني،
لكن عندما خرج الآن نسب إلى السبيل لا إلى والده. لماذا؟ لأنه لو كان في بلده لكان لديه مال، لكن عندما خرج وانقطعت به السبل نسب إلى السبيل. هذا الأخ من المغرب العربي، لديه في المغرب أموال، جاء إلى هنا وانقطعت به السبل. هو في بلد غني لكن هنا ليس لديه شيء، قال أريد مال من الزكاة حتى أرجع إلى بلدي. نعطيه؟ نعم نعطي ابن سبيل، مفهوم؟ والله أعلم. طيب، هل لابد الآن يريد يخرج زكاة 40 مليار، هل لابد أن نستوعب الأصناف الثمانية؟ لا. يصح أن يقتصر على واحد منهم؟ نعم. لكن من يقدم ويؤخر؟ يقدم الأنفع. يعني الآن وجد فقير طالب علم وفقير ليس بطالب علم، يقدم من؟ طالب العلم، لأنه يستعين بهذا المال على طاعة الله، مفهوم؟ نعم. وجد ابن سبيل مقطوع، وجد مسكين، يعني قلنا لديه شيء، من يقدم؟ ابن السبيل، فهو يقدم ويؤخر بحسب الأنفع والأصلح. الإشكال عندنا في الزكاة أنه بعض الناس هدانا الله إياه يتحايل. أي نعم، تحايل، يا أخي أخرج الزكاة. قال لا، أنا أدفع ضرائب للحكومة. إيش علاقة الضرائب بالزكاة يا أخي؟ قال سبحان الله، أنت تريد منه أن أدفع ربع العشرة وكذا، أنا أدفع ما شاء الله أعشار، الحمد لله، خذها منه. هذا واحد. الثاني يخرج الزكاة على من؟ على أمه. ليش؟ قال مسكينة فقيرة أعطيها. الآن النفقة تجب عليك أن تنفق على أمك، تتحايل وتعطيها من الزكاة. الزوجة تقول أريد أن أتصدق. أتصدق أم لا؟ نعم تصدقي. على من؟ قالت على زوجي وعلى أولادي. والزوج كذلك أريد أن أتصدق على زوجته وأولادي. يفر هؤلاء من النفقة بالزكاة. قل أنا ما أريد أن تخرج بعيد، أريد أن تكون عندنا، مفهوم؟ نعم. طيب، يحرم أخذ الزكاة من غني وقوي مكتسب. قال عليه الصلاة والسلام ومن فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر، نسأل الله السلامة والعافية. غني قوي مكتسب، الفروع والأصول، من تجب عليه النفقة ما يدفع إليهم الأبوين والأولاد، هذا ما يدفع إليهم الزكاة، ولا آل البيت. آل البيت هم بني هاشم ومواليهم وأمهات المؤمنين. نعم. ومن تجب عليه النفقة هل يدفع الزكاة لكافر؟ لا، تدفع للمسلم. طيب، الله أعلم بهذا، يعني تم كتاب الزكاة، تراجعوا لنا وتكتبوا هذه المعلومات في الحلول، وكم الوقص وما هو الوقص وما هي السائمة وما هي بهيمة الأنعام، هذه المسائل حتى تضبط. لكن كما ذكرنا لكم لا تقسموا شيئا الآن حتى يعني يشهد لك عالم بأنك أهل لقسمة الأموال وتعرف النصاب وتعرف المقدار وتعرف هذه المسائل، قسموا على أشكال. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه وسلم.